السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على لوكاليزاسيون ديال قصاري تحاكرين كما كتشوفوا معايا قصاري تحاكرين، هذا هو الشارع العام ديال شارع محمد السادس. بالنسبة للناس اللي جايين من الخوطي من جهة قريعة، راه كتم جهة هابط من هنايا كتلقى ديريكت هنايا، كتلقى قهوة هيبري مقاهي هيبري، كتلقى هنايا الشركة العامة، كاينة هنايا قصارية أكريم. بالنسبة للكوتي الأخرى اللي جاي من المدينة من جهة القصر، كتم جهة هابط من القصر نيشان 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 حتى كتوصل لقصارية الحباري. قصارية الحباري ها هي الناس اللي كتسول، الناس اللي كتعرف قصارية الحباري ها قصارية الحباري، حنا راه كنتواجدو أون فاس معاها، أون فاس مع قصارية الحباري. كاينة قصارية أكريم ديالنا كيما كتدخلوا من هنايا نيشان كتدخل راه المحل ديالنا الاولاني كما كتشوفوا معايا، كاين المحل ديال قيصري اكريم اون فاس مع كتلقى زازا بيجاما، زازا مود رايه ديال يوسف. بالنسبه للمحل تحت، بالنسبه للناس اللي باغا تطلع الفوق ها نتوما يا راك كتدخل مع الباب كتلقى واحد القوس بحال ما هكا اللي هو الباب ها هويا، كتشم طالع من هنايا من الدروج بحال ما هكا، كتطلع هنايا كتطلع مع الدروج بحال ما هكايا، كتطلع هنا كاين بروميان يعني هنا الفرع ديالنا كما كتشوف معايا. بالنسبه للسلعه كما كتشوفوا معايا، هاد السلعه هي موجوده